السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، ظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل رمضان شهر خير وبركة علينا وعلى أولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجاليتنا يا رب العالمين وأمتنا. نسأل الله أن يفرج في هذا الشهر كربة إخواننا في سوريا وفي مصر وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن، سبحان الله، في كشمير وفي كل مكان. كنا نقول اللهم فرج كربتنا في فلسطين، وإذا بالكربة تمتد وتتوسع لتشمل كل مسلم على وجه هذه الأرض، وهذا أمر متوقع، هذا أمر متوقع. والسبب في ذلك، سبب في ذلك لما يكون في سرطان، السرطان رايح يتمدد والشر رايح يتمدد. الشر إذا لم يعمل على إصلاح الشر فالشر سيزيد وأثره سيمتد. فماذا يجب عليها هذه الأمة الآن؟ أن تتوب إلى الله، تستغفر وأن تصلح وأن تعود إلى أن تكون أمة الخير وأمة الإصلاح، أمة الأمر معروف عن المنكر، وليس الأمة التابعة. تبعت لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وفترا بفترة حتى لو دخلوا جحر ضب من لدخلتموه. فاختار المسلمون مناهج غير مناهجهم، وطرق تعليم غير طرقهم، وطرق حياة وأساليب حياة غير أساليبهم. نحن لا يصلح لنا ولا يصلح منا إلا الدين، لا يصلح لنا إلا الإسلام، ولا يصلحنا إلا الإسلام. هذه أمة اختارها الله عز وجل لحمل هذا الدين، واختار الدين لها. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا بتحملوه بالمعروف وبالمنيح، يا إنكم ستحملونه رغما عن أنفسكم بالتأديب والعقاب، وستبقى العقوبة نازلة حتى تتحقق التوبة. نحن بحاجة إلى توبة. ويا إخواني ويا أخواتي، الأمة اليوم لم تحارب فقط من أعداء دينها وأعداء قرآنها وكتابها، بل هي تحارب نفسها. ما نال عدو من امرئ ما نال الجهل من نفسه. الجهل أعدى أعدائنا، والجهل أعدى أعدائنا وألد أعدائنا. ويجب أن نتعلم، أن نتفقه في الدين، وأن نتفكر، وأن نرجع إلى كتاب ربنا تعلما وتربية، ونجلس مع القرآن الكريم ساعات وساعات وساعات. اسمحوا لي أن في هذه العجالة أن أذكر شيئا سريعا، ربما أيضا أن أركز عليه في خاطرة التراويح إذا قدر الله لنا ذلك. كان البارحة وأول البارحة عندنا برنامج أسئلة وأجوبة مع أبنائنا وبناتنا، كان عندنا ما يزيد ما شاء الله أول مبارح 500 شاب في الاعتكاف وشابة. كان هناك برنامج الأسئلة وكان عندنا ضيف، وتقدمت أسئلة ثم قلنا لهم سنجيب على الأسئلة التي لم يجب عليها يوم السبت ليلة البارحة. وحضر عدد كبير من أبنائنا، لكن يجب أن نفكر نحن بماذا يفكر أبناؤنا، ما هي القضايا التي تمثل واقعها، ما هي المسائل التي تحدق بهم خطرا وضررا وإثما ومعصية. وستجد حوالي مثلا 200 سؤال، يجوز 150 سؤال يدور حول مسائل معينة. 150 سؤال دلالة على أنها واقع يحتاج إلى معالجة، وهذا الواقع يدور حول العلاقة بين الجنسين والمخدرات
والشذوذ الجنسي وكيف نتعامل مع الشاذين جنسيا والصور الإباحية وكيف نخرج من هذه الآثم. يعني الكل عنده رغبة أننا نريد أن نخرج، ولكن كيف؟ يا إخواننا، هذا الضرر والخطر يحدق بكل واحد في المجتمعات الزمنية التي تعيش في هذا الوقت كلها. الضرر والشرر موجود في كل بيت وفي كل مكان، ولعلها الفتنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، التي لا تترك مؤمنا إلا ولطمته ولا بيتا إلا دخلته. فتنة لن تترك بيتا إلا وتدخله. فعلا الفتنة الآن في زمان دخلت كل بيت، والمنهج الإسلامي في الحل إخواني منهج يعتمد أولا وقبل كل شيء على الإيمان. لا تتوقع أن يحل الإسلام مشاكلك وأنت لا تؤمن به، لازم تؤمن. لا تتوقع أن ابنك ينتفع من بركات الإسلام وهو لا يؤمن بالإسلام. لا تتوقع من زوجك، زوجتك أو من زوجتك أو زوجك أن يتمثل الإسلام أخلاقا وسلوكا وهو لا يؤمن بالإسلام. لذلك أول قضية إحنا عندنا، أول قضية يجب أن ندخل فيها، هي قضية الإيمان. الإيمان نشتغل أولا وقبل كل شيء على إيمان أولادنا، إيماننا نحن. الإيمان أولا، ضعوا شعار الإيمان أولا، ضعوه في بيوتكم، الإيمان أولا. فاللي عنده مشكلة معصية من المعاصي أو ولد عاق أو قاطع رحم أو سوء خلق أو مخدرات أو، اسأل إنه هل الإيمان موجود ولا مش موجود. الإيمان أولا، والإيمان يحتاج إلى فهم الإيمان، فقه الإيمان، وليس إلى ادعاء الإيمان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالإيمان الصادق القوي سيوجد رقابة الله عز وجل، سيوجد الاستقامة، سيوجد الأخلاق الطيبة. اشتغل على أولادك منذ نعومة أظفارهم، منذ أول لحظات، بالإيمان. الإيمان الإيمان. ويا إخواني، حتى المؤمن لو عصى الله عز وجل يرجع، حتى لو أخطأ ربنا عز وجل يفتح له باب التوبة ويسرع. الذين إن مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المؤمن حتى لو أخطأ مرة مرة، المؤمن رجاع أواب أواه حليم منيب تواب يتوب. ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة. والله حتى لو أخطأ وأخطأ ربنا عز وجل سيحفظه بالإيمان، لأن الله عز وجل فتح له باب التوبة. لكن لما يكون ما في إيمان تغلق أبواب التوبة عنه وينحرف ثم ينحرف ثم ينحرف، ثم لا تدري في أي باب من أبواب الضلال والفساد يهلك هذا الإنسان. فاشتغلوا أولا على إيمانكم، إيمان زوجاتكم، إيمان أولادكم وبناتكم. الإيمان قوي، إيمان شو الإيمان؟ إيمان بالله. كل يوم أعطي محاضرة عن الإيمان بالله. القرآن يا إخواني 6236 آية، ذكرت أكثر من 20 مرة بأنه 4/5 القرآن الكريم في الإيمان بالله، في التعريف بالله، في التعرف على الله عز وجل. تعرف على الله. ومن آياته خلق السماوات، ومن آياته إن في خلق السماوات، إن في خلق. لماذا؟ حتى يربط العبد بربه، حتى يربط العبد بخالقه برازقه. وهذا الجانب الأول هو الذي يسمى بالتوحيد الخبري. التوحيد الخبري، التوحيد الخبري علم وأخبار.
توحيد الطلب قليل ولكن توحيد الخبر كثير. القرآن أكثر توحيد خبري، توحد الله عز وجل في أسمائه، في صفاته، في ربوبيته، في خلقه، في رزقه، في أفعاله. فتربط ابنك، بنتك، نفسك بالله عز وجل في كل شيء في هذا الخلق، حتى لا يفارقه ربه في مكان ولا زمان، وهو معكم أينما كنتم. أغلق الباب، الله معه. سافر، الله معه. راح على الجامعة على حاله، الله معه. فأنت تربيه بمعية الله، أنت تربيه أن الله معه حيثما كان. وإبداع الصحابة رضوان الله عليهم، أرجو أن يعني الآن إحنا بنأذن عنكم إن شاء الله، فمش بحاجة تلفوناتكم تأذن، فلما تدخل بس حطوا على الصائلات، ولما تروح إن شاء الله أذن زي ما بدك. هون إن شاء الله إحنا بنأذن عنكم، في عندنا مؤذن، في عندنا كل شيء، وجاي من ده جيد. دائما ادخل المسجد حطه على صالة. طيب ناخذ اخرى واحد. ابداع الصحابه رضوان الله عليهم في تربيه اولادهم على مراقبه الله ومعيه الله. معيه الله اللي بده يصلح المعاصي والذنوب مش التخويف ولا تهدده لا بالرزق ولا بالأكل ولا بالشرب ولا ما تهدده بكل هذه الأمور. عظه بالله كما وعظه لقمان، يا بني إن تكو مثقال حبة من خردل في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذا لقمان الحكيم. مش والله طول ما ابنك ما حداش داري عنه الحمد لله الله ساتر عليه، ولكن لو عرفوا الناس ولك شو يقول عن الناس ولكم يا ها؟ لأنه ما بهمك رب العالمين، بهمك مين؟ بهمك الناس. فأنت عابد، أنت تعبد الناس ولا تعبد رب الناس. الله بقول قل أعوذ برب الناس، مش قل أعوذ بالناس. قال الحمد لله رب العالمين، محدش داري الله ساتر عليك. الأمر خطير. خلاص وقت. وذلك إخواني أولادكم ربوهم على توحيد الله، معرفة الله. ومش ممكن تربيهم دون ما تجيبهم للمسجد، مش ممكن تربيهم دون ما تصاحبهم، مش ممكن تربيهم على معرفة الله إلا إذا أنت كنت لهم قدوة. أنت قبلهم، أنت قبلهم في الالتزام، في الاستقامة، في الإقبال على الصلاة، في قراءة القرآن. يصحى عليك بالليل وإذا بك واقف تبكي لله عز وجل، تقول يا رب خليه يصحى عليك أيام، ويشوفك مرات وأنت لحالك ما يعلم بك أحد، يصحى بده يروح يشرب مية إلى آخره يلاقيك واقف بين يدي الله. شوف كم تربيه بهذا الموقف، انظر كيف تربيه. أما والله يصحى عليك وأنت قاعد على التلفزيون وعلى الإنترنت، ولا بأم ولا الأم تصحى لها بنتها ولا كذا وهي قاعدة على 4 ساعات على الواتساب. شين بدنا دين يدخل في حياتنا، بدنا إيمان يضبط سلوكنا، بدنا أخلاق تنبع من خلق حبيبك رسولك صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. إن شاء الله الأذان وصلاة العشاء.